منع الأمن العام اللبناني الإعلامي الكويتي فجر السعيد من الدخول للبنان، وذلك بعد وصول أمس لمطار رفيق الحريري الدولي، حيث تم إبلاغه بالقرار وأبقي عليه لخمس ساعات قبل أن تغادر بيروت عائدة للكويت. بحسب المعلومات المتداولة، السفارة الكويتية لدى بيروت أبلغت بطريقة غير رسمية بقرار منع مواطنتها من دخول لبنان، الأمر اللي استدعى توجه القائم بالأعمال الكويتي ليلا للمطار على رأس وفد من السفارة وعرض استحاب السعيد للسفارة ريثما يتم توضيح الأمر، إلا أن جهاز الأمن العام رفض ذلك. أنا قلت له أنا ممنوع دخولي، قال لي ما أدري. قلت له حبيبي يعني شو الموضوع؟ قال لي يمكن تشابه أسامي. قلت له أنا تحديدا مستحيل يكون في تشابه باسمي. قلت له هذه قضية أنساها، يعني ما يصير اسمي ما له تشابه، فأكيد في منع. إذا في منع أوكي خلي أرجع. المهم بالاخير جاب لي ورقه، قال لي هذه ورقه وصلتنا الحين من المسؤولين ان انت عليك منع دائم من دخول لبنان. المهم قال لي انا الحين عندي ورقه، الورقه تقول ان انت ممنوع دخولك لبنان. المشكله يا جماعه ان ما في انترنت ما يشتغل، ما في ماي، ما في شيء كلش، اي وسيله. ودوني كان يقول الحين لازم تروحين للترحيل. قلت له طيب ابي بس نت احجز، يعني شلون احجز؟ فجيت هني للترحيل، الله يجزاه خير الضابط ساعدني ان دخل لي النت على تليفوني، فكلمت شركه الحجز وحجزوا لي الصبح على الميدل ايست. بس المشكلة الثانية ان رافض يخليني اطلع اروح اقعد في قاعة هذه القاعة مات البزنس لموعد الطيارة. قال لي لا انت محتجزة. الإعلامية الكويتية عزت سبب منع الدخول لأسباب سياسية، وتحديداً لتصاريح أدت فيها بمقابلة مع الإعلامي رودولف هلال كشفت فيها أمنيتها أن يطبع العرب جميعاً مع إسرائيل، وأعلن أن زارة إسرائيل وتحديداً القدس بالإضافة لاعتبارها بنود اتفاقية ترسيم الحدود اللبنانية تطبيع بسبب تقاسم المصالح. وبعدت السعيد بإخبار القصة كاملة بتغريدة هاجمت فيها اللي سمتهم الإخوة اللي محتلين القرار بالدولة الشقيقة لبنان. وزير الإعلام اللي تابع القضية أكد للأو تي في أنه اتصل بالسعيد أمس واليوم كونه إعلامية ومدعوة لمقابلة ببيروت، مؤكدا أنه لا معلومات لديه عن تفاصيل الملف، مرجحا أن يكون له علاقة بدخول إسرائيل. وبهذا الإطار تم التداول بتغريدة للصحافي الإسرائيلي من يهود لبنان إيدي كوهن، رحب خلالها بالسعيد عام 2018 عبر مطار بن غوريون وليس عبر معبر نهر الأردن على ضيافته شخصيا، لترد عليه بالقول شكرا ابن العم على الترحيب، وسبقك بالترحيب الجنود اللي بفتشونا بدخولنا الحرم كانوا بمنتهى الذوق بالتعامل، بالذات لما قلنا احنا من الكويت قالوا يا هلا بكل اهل الخليج. اما بخصوص دعوتك فاعذرني، لن ادخل القدس مرة ثالثة اذا الله كتب لي زيارة الا عن طريق جسر الملك حسين. من جهته الأمن العام أكد ببيان أنه بعد التدقيق بمستندات السعيد تبين أنه فعلا بحقق إجراء عدم السماح لها بالدخول من دون إعلان السبب، موضحا أنه إجراءات دخول العرب والأجانب إلى لبنان والإقامة فيه مناطة وفقا للقوانين المرعية الإجراء حصرا بالمديرية. هذا وأشار البيان إلى أنه يحق لأصحاب العلاقة مراجعة هيدي المديرية بالأصالة أو بالوكالة لإعادة النظر بأي إجراء بيصدر عنا في حالة تقدموا بمعطيات ومستندات بتسمح بإعادة النظر أي إجراء متخذ.